النهارده هعرفك الفرق بين صلصة المكرونة وصلصة الكشري، دي ليها تكات واسرار وبهارات، وهقولك بتتعمل ازاي زي اللي انت بتاكليها في المطعم واحلى كمان، والدقة الحراقة بتاعتها يعني عشاق الحراق هيعشقوا الدقة دي، بجد حلوة جدا جدا، والدقة مخلل وتوم، ودي دقة المكرونة طبعا ليها اسرار وتكات كده اهوت بتخليها طعمها حلو جدا جدا. الدقة اللي انت بتحطيها كده اهوت عند بتاع المكرونة بتلاقيها في ازازة كده اهوت، وبتبقى مشطشطه وحراقه. دي كل الاسرار بتاعت الصلصات بتاعت الكشري والمكرونه والدقات كمان. يلا بينا نسمي الله وندخل ونشوف الفيديو بتاعنا هنعمله ازاي، صلصات وتكات وحركات كده اهوت واسرار في الصلصه وفي الدقه. يلا بينا نسمي الله. سلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الفل والهنا والسعاده والياسمين على عيونكم. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض صلصه الكشري وصلصه المكرونه. في ناس كتير قوي ما بتعرفش تفرق بين نوعين الصلصه، دي مختلفه يعني صلصه المكرونه مختلفه عن صلصه الكشري، فانا حبيت اجمع لكم الفيديو بتاع النهارده في نوعين الصلصه، صلصه المكرونه وصلصه الكشري، دي مختلفه عن دي 120 درجه تمام، بكل الاسرار والتكات بتاعه صلصه الكشري وصلصه المكرونه. اول حاجه انا بحب اجيب الطماطميه اللي هي البلدي اللي هي الحجم الصغير، ما بحبش اجيب الطماطميه اللي هي الحجم الكبير، دي بتبقى يعني طعمها ماسخ يعتبر، انما دي بتبقى مسكره وطعمها حلو جدا في الطبيخ وفي اي يعني في اي حاجه بتعمليها بالصلصه، تنقي الطماطميه اللي هي البلدي دي بيبقى طعمها حلو جدا جدا تمام. عشان ما اطولش عليكم، انا غسلت الطماطم دي كويس جدا، هروح اضربها في الخلاط واصفيها، وهنيجي مع بعض نشوف الفرق بين صلصه المكرونه وصلصه الكشري بكل التكات والاسرار بتاعه صلصه الكشري. هضرب الطماطم في الخلاط وهصفيها وهنرجع مع بعض. الطماطم بالشكل دوت وصفيتها من البزر والقشر، يلا بينا بقى نتنقل على البوتاجاز ونشوف صلصة الكشري هنعملها ازاي بكل التكات والحركات. موني على النار، ولا تيفال ولا سيراميك، رغم ان انا عندي تيفال والسيراميك، بس بصراحة انا بحب التسبيكات، اي تسبيكة انا بفضلها في الحلة الالمونيا تمام. على نار كده اهوت مولعة على الحلة، وهنزل بنص كمية الصلصة تمام. نعلي النار بقى كده، شايفين الطماطم خلي بالكم لما هتتسبك هتبقى حمرة جدا، لاني نوعية الطماطم دي بلدي زي ما قلتلكم، وبتبقى مسكرة في الطبيخ في صلصات يعني بتبقى حلوة جدا، عشان كده انا حبيت اوريكم نوعية الطماطم اللي انا بحب اشتريها، ما بشتريش الا هي. هتتسبك حوالي ربع ساعة على النار، وهنشوف بقى التكات والحركات بتاعة الطماطم. ما صفتش، هتبص تلاقي البذر والقشر دوت، طبعا البذر بيعمل املاح والقشر دوت بيعمل عسر هضم تمام، فلازم طالما بنعمل الحاجة بتاعتنا عشان تساعدنا، طبعا الكشري والمكرونات والاكلات دي كلها بناكلها عشان نتغذى مش عشان نتعب نفسنا، فبجد لازم مفيش اكله تعمليها بالطماطم الا لما تصفيها بالشكل ده تمام. كل دوت حاجات بتاذي جسمنا. يلا بينا كده عبال ما تتسبك صلصه الطماطم هنشوف هنعمل التقليه ازاي. التقليه بتتعمل بالثوم تمام، انا همسك كم فص ثوم كده اهوت حسب كميه الطماطم الصلصه بتاعتي، يعني انا هعمل حوالي 4 فصوص كبار من الثوم تمام. في ناس كتير بتعمل صلصه الكشري بالبصل، لا طبعا اطلاقا ما بتتعملش بالبصل خالص، صلصه الكشري بالثوم تمام. وتعملي كده الصلصه وتقولي لا مش زي بتاعت بره، لا انا بعمله احسن من الكشري بتاع بره، اتبعي بس الخطوات معايا كده اهوت من البدايه للنهايه. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. انا هبشر ثوم بالزياده عشان الدقات تمام، طبعا الطماطم الكشري لازم الدقات بتاعته، وكمان المكرونه لازم اعمل لها الدقه بتاعتها اهو بالشكل ده كده. الميه بتاعتها وهي
يعني يا دوب يعني على التقليه وقربت تخش على التسبيكه النهائيه. تمام. التوابل بقى اللي بتتحط على الكشري: معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، نص معلقه من الفلفل الاسود كده، وهنا معايا العامل الاساسي رشه بسيطه من جوز الطيب وورقه لورا. تمام. والملح بتاعنا. هي دي التوابل اللي بتتحط على الكشري فقط لا غير، ولا تزودي ولا تقللي. تمام. هنا معايا طاسه على النار بالشكل ده كده، الماده الدهنيه بتاعتي الزيت. تمام. هنزل بحوالي 4 فصوص من الثوم بالشكل ده كده، اللون الذهبي. هنزل بحوالي معلقتين من الخل. تمام. الخل الابيض بتاعنا المركز فقط لا غير. تمام. واسيبها تغلي غلوه واحده بس، وهنزل على الصلصه بتاعتي. تمام. دقيقتين اتنين بس، يعني اقل من 5 دقايق وكده صلصه الكشري. تمام. حلوه قوي، وشايفين القوام وشايفين اللون بتاعها. هي دي صلصه الكشري بتاعنا. تمام. ميل صلصه المكرونه. تمام. صلصه المكرونه ما بتتعملش بالثوم، في ناس بتعملها بالثوم بس الاساسيه البصل. تمام. هنخرط البصلايه كده اهوت خرط صغننه جدا. وتكون بصلايه متوسطه الحجم. تمام. طبعا حسب برضو ايه كميه الصلصه بتاعتك. بصلايه مش هتبدا تاخد لون، يعني يا دوب تدبل شويه كده وتبدا تخش في اللون الذهبي. وهنزل بالطماطم بتاعتي، وعلى فكره الطماطم بتاعتي وانا بضربها في الخلاط حطيت عليها ربع معلقه من السكر. تمام. عشان الحموضه، يعني صلصة الكشري وصلصة المكرونة لازم يتحط لها شوية سكر صغيرين. تمام. هنسيبها بقى تتسبك كده، ويلا نشوف الدقات بتاعتنا هنعملها ازاي. هنا اول ما هتتسبك وهتبدأ تخش في التسوية هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، ملح فقط لا غير. بس لما تبدأ تدخل في السوا وتتسبك، التوابل بتاعتي بحب احطها بعد الصلصه بتاعتي ما تتسبك. تمام. يبقى هنحط عليها الكزبره والكمون والفلفل الاسود والملح فقط لا غير. يلا بينا بقى نشوف الدقات بتاعتنا. الدقه احلى دقه بتاعت الكشري دي صلصه الكشري اللي انا عملتها، خدت منها مغرفه كده اهو بالشكل ده، وهاخد معلقتين كبار من الشطه. تمام. هي المعلقه كبيره جدا، ونبدا ان احنا نقلبها بالشكل ده كده. طبعا الصلصه تقيله ونزلت عليها بالشطه فتقلب جدا. تمام. فعشان كده انا خففتها بحوالي 3 معالق من الميه اهو بالشكل ده كده. شايفين هي دي صلصه الكشري اللي بتتقدم مع الكشري في المطاعم، يعني سهله كده جدا، مفيش اسهل من كده. تمام. نظبط كده الطبق بتاعنا واحنا بنقدمه، يعني اي طبق انتي بتقدميه كده هوت لازم يتظبط. تمام. احلى دقه كشري. يلا بينا نبدا نعمل الدقه بتاعت المكرونه. تمام. معايا كده هوت 3 قرون كبار من الفلفل الحراق، سواء اخضر او احمر ما فيهاش مشكله. تمام. هحطهم في قلب المطحنة او الكبة او الخلاط، يعني لو ما عندكيش كبة، وفصين ثوم ومعلقة حلوة كده من الكمون، معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة، ومعلقة كده هوت حلوة من الشطة. طبعا حسب الرغبة بتاعتك، لو حابة تقللي الشطة قللي، حابة تزودي زودي. ورشة كده هوت من الخل حوالي 3 4 معالق كبار، وحبة مية صغيرين
وابدا ان انا اضربها في الكبه بتاعتي. احنا عملناها كويس جدا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنا ابدا ازودها ميه غلياها ومبرداها بالشكل ده، ويبقى عندنا احلى دقه للمكرونه. تمام، ما حطيناش الملح طبعا، الملح حسب كميه الدقه بتاعتنا. تمام، بالشكل ده كده ونقلبها، ويبقى عندك احلى دقه للمكرونه، ريحتها حلوه جدا جدا بجد. بتاع دقه الكشري، هنا معايا فصين توم كبار مهروسين بالشكل ده، وعليهم الملح، عليهم معلقه كبيره من الكمون، حوالي 3-4 معالق من الخل بالشكل ده. طبعا الميه مغليه ومتبرده، ودي الدقه المعتاد عليها اللي بتبقى في الازايز الكبيره. تمام، اهي بالشكل ده، ريحتها حلوه جدا جدا. يبقى الدقه دي عباره عن توم، كمون، خل، ملح، ميه مغليه. تمام، كشري وصلصه المكرونه، دي صلصه المكرونه، ودي دقه المكرونه، ودي صلصه الكشري، ودي الدقه بتاعه الكشري الحراقه، ودي الدقه مخل وتوم. يا رب الصلصه بتاعتي النهارده تكون عجبتك، صلصه الكشري وصلصه المكرونه. لو مش بتعمليها بالطريقه دي اعمليها وبجد هتدعي لي، بيبقى طعمها حلو قوي قوي. وصلصه الكشري طبعا ريحتها بتبقى جايبه لاخر الدنيا، وهي دي كل الاسرار والتكات بتاعه صلصه الكشري. يا رب طريقه الفيديو النهارده تكون عجبتك، ان شاء الله هتعمليها وهتعجبك جدا جدا، وهتكتبي لي في الكومنتات. يا ريت بقى ما تنسيش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلام، والى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله.